تعرف الحكومة وليدت جاءت بدعم أحد أطراف الجهات الداعمة لها هم الفصائل، والسودان هو من المجموعات اللي تحمل السلاح ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هناك السودان هو من المجموعات اللي تحمل، ما شفناه لا 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 هو مؤيد منهم. حتى في البداية الأمريكان، بعض الصحف الأمريكان تصف السوداني أنه أقرب أو أنه حسب على محور المقاومة في البداية، في بداية تشكيل الحكومة. هسه وين صار؟ لا اختلف، هسه اختلف، يجوز هسه محور بدأ يبتعد لأن واضح هسه وصل للمحور الثاني لو بعده. هسه نسأل سؤال كامل، لا أنا أسألك أنت مراقب وتعرفه، شوف وصل له لا؟ أنا من خلال مراقبتي أكو أكثر من جهة فصائلية يعني تصريحاتها واضحة ضد الحكومة العراقية وضد السودان تحديدا، وتعتبره لا هسه يعني خلينا نقول حتى لا نظلم الرجل، يعني السوداني هسه يشتغل كرئيس وزراء للبلد ويحافظ على المصالح، لو شمر على المحور الامريكي لو بعده بالمحور مالته اللي طلع من عده. راجع تغريدات السوداني قبل وصول الحكومه، والان تغريداته وكلامه صار دوله، الان صار حكومه رئيس وزراء، لازم يتصرف كرجل دوله. هو ليس الان شوف يقول ان القوات الامريكيه تخرج ولكن بالاتفاق وليس بالاجبار وليس عمليه طرد، لا تفاهم. لا يريد القوات الامريكيه ان تخرج دون ان تعقد اتفاقيه تفاهميه بينه وبين الولايات المتحده حتى لا تؤدي الى نتائج سلبيه.